السلام عليكم. هذا مطار فاس السايس. باش تشوفوه مزيان صوروه هكا وكنشوفو الطريق الخروجية. هادي 12:34. حرارة 29 كاينة الحرارة اليوم. غادي نوريكم الطريق حتى لوتوروت، حتى ندخلوا لوتوروت ان شاء الله الا كتب الله. حرارة 29 مع كاميرا كتسخن كتطفى. هذا مطار فاس السايس. هنا هاد الطريق راه كونترولي بار لي رادار على الجهد، دونك الانسان يحترم القانون هنا. من هنا لفاس كاينه 12 كيلومتر. هنا ما عرفتش علاش واقفين هاد السيارات هنا، واخا كاين ممنوع الوقوف والتوقف. الطريق اللي بغى يدخل المكناس على باللوتوروت، وكاينه على الحاجب على عين الشقاق اي تولى البيطيط. نقبطوا الطريق الوطني رقم 8، هذه كتدي حتى ليفران يموزار، ليفران 54 يموزار 29.
بغاو يوسعوا هاد الطريق الله اعلم ولا بغا. المهم راه غادي يبدلوا هاد القنوات، راه حاطين شي قنوات ديال فاس 20 مكناس 22 الحاج. الطريق على اليمين كتدخل تدوز على عين شقاق، اي تولى البيطيط، سبتعين الحناش، حاجب، هي كتدي المكناس ولكن زايد الوقت على الاقل واحد الساعة ونص. الطريق مزيان على لوتورود. طبعا الشارجومون عنده كبيرة، هادي عين شقاق الحاج بعاودي، هادي عين شقاق من هنا 6 كيلومتر وحتى للحاج ب 45. غنبقاو دائما في الطريق الوطني رقم 8،
كيلقي فران، راه صورت لكم منها شويه. قمطرة على اللوتوروت، وهي هادي دخلة هاد اللوتوروت على اليمين. هنا دابا جميع الاتجاهات فين ما بغيتي تمشي اللوتوروت ممكن. تزاوج تاع اليمين يمكن ناس الدار البيضاء على اليسار. الطريق مسرحة حتى المكناس، السلام عليكم.